السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع فيديو النهاردة إزاي نصنع كاشف للبيض. عندنا البيضة إيه؟ عايزين نشوف البيضة فارغة ولا مليانة. احنا معانا الكشاف ده او اي كشاف عند حضرتك، اهو احنا بنحط عليه البيضة كده ونشوفه، لكن الاضاءة بتضايقنا، الاضاءة الكتير دي، فاحنا عايزين الاضاءة مركزة على البيضة بس بحيث نعرف نشوف البيضة بس ما نشوفش الاضاءة اللي حواليها دي. فهنعمل نصنع مع بعض زلاطة مش هتكلفنا اي شيء. لو عندك اي كشاف، ده غطا بتاع علبة فيروسول مبيد حشري يعني، او اي مبيد حشري مش لازم يعني اسم معين، ده غطا بلاستيك اهو تمام. ومعانا المكوة، مكوة لحام، او لو حتى سكينة تسخنها او تفتح فيها فتحة بأي طريقة. انا هفتح بالمكوة عشان هي المكوة عندي تمام. اهو فتحنا بالمكوة، نحاول نوسع تمام. لو مش متوفر عند حضرتك المكوة، ممكن تعمل بأي حاجة تسخنها على النار وتعمل بها، او بس خلي بالك انا حاطط حاجة تحتها كراسة هي علشان ما تسقطش على اي حاجة، البلاستيك ده يبهدل الدنيا. انا فتحت اهو فتحة مثلا نقول على قد البيضة تمام. ولو عندك غطاء اسود يكون افضل عشان يعزل الاضاءة. نتأكد كده هي تقريبا على قد البيضة اهو، مش هنحطها الوقت علشان ما تلزقش، لغاية ما تنشف شوية نوسع لها شوية كمان. نحاول نسويها اهو تمام زي الفل ما شاء الله تمام كده. نشيل الكهرباء بتاعت المكوة ونبعدها بعيد عننا. على فكرة معانا الغطاء الأسود أهو كمان، ممكن نعمله هو كمان، ما كانش يبقى عندنا احتياطي والمكوة شغالة بالمرة أهو تمام، وهي المكوة سخنة. نشوف الغطاء اللي على مقاس الكشاف علشان ما يطلعش إضاءة زيادة، احنا عايزين الإضاءة بس اللي خارجة من الفتحة دي تمام كده. ونحاول نثبت القطعة اللي في ايدينا دي، الغطا ده، على فوق الاضاءة بأي طريقة تكون عند حضرتك، ومسدس شمع، او ان ما كانش مسدس شمع يكون بأي لزق تقدر توفره اعمل بيه تمام. اهو تانية الغطا التاني عملناه. نستبعد المكوة اللحام بقى علشان هي ايه سخنة دلوقتي تماما، نبعدها بعيد عننا اهو. شيلنا مكوة اللحام، شيلنا الفيشة بتاعتها، نسيبها شوية لما تبرد. ومعانا مسدس الشمع اهو، نحسب البيضة، ده مسدس الشمع اهو، مسدس الشمع بتاعنا، نسخنه برضو. ونرجع لحضراتكم بعد ما نسخنه. طيب على بال ما مسدس الشمع يسخن هنعمل حاجة، الصفرة اللي زي دي نحاول نخليها اسود. انا عندي اللزق ده لونه اسود، هنحاول نلزق عليها اللون الاسود علشان تحبس الاضاءة، تركز الاضاءة كلها على البيضة بس. يعني هنمسك كده هنغطيها باللون الاسود ده اهو، ازاي كده بالطريقة دي لان انا محتاج المقاس ده على مقاس الكشاف اللي عندي. انا عندي الغطاء الاسود التاني ده لكن هو صغير شوية عن مقاس الكشاف، فانا مش عايز الاضاءة تطلع من بره، عايز الاضاءة تكون على قد الايه البيضة بس، طلع
على قد الثقب اللي احنا عاملينه فقط، مش اكتر من كده اهو. ونغطي بالكامل كده. كده تمام قوي كده ان شاء الله. وبعدين اهو هنجيب دي نحطها هنا كده، هنشوف حضرتك ازاي بقت فوق الكشاف اهو، ونحط فوقها البيضة كده بالمنظر ده، نشوف اهو تمام، ونشوف بيها البيضة. طيب نشوف الشمع، نقطة شمع بس فقط اهو علشان تثبت. خلاص تمام. شوف الناحية التانية لسه ما ثبتتش اهو. نقطة شمع كده، ونستنى عليها لما تجف شوية، لكن عشان ما ضيعش وقتكم والفيديو يطول انا هنوريكم طريقة البيضة ازاي، ونكمل فرز البيضة عند الحمام دلوقتي اهو. الاضاءة اهي بقت، الاضاءة فين؟ طلع كلها من فوق زي ما حضراتكم شايفين اهو، وده البيضة اتحطناها تمام. هذا البيضة اتحطت هذا البيضة فوق الكشاف، كشاف منور اهو، لكن هو زي ما قلنا البيضة فارغة، انا بعمل عليها اختبار بس، هي البيضة دي فارغة تمام. هنطلع عند الحمام ونشوف البيض المخصب شكله ايه تمام. ممكن حضرتك لو ما عندكش كشاف تحطها القطعة دي فوق اي موبايل، كشاف موبايل، تنيم موبايل كده وتحطها فوقه وتشوف في اضاءة كشاف الموبايل. لو ما فيش عند حضرتك اي كشاف تاني زي ده يعني مش لازم تشتري حاجة يعني تمام. نشوف عند الحمام ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما طلعنا عند الحمام علشان نشوف البيض المخصب. نطفي الإضاءة، ما تطفي النور في الضلمة تشوف أحسن البيضة. نطفي الإضاءة ونرجع لكم. شوف بقى البيضة المخصبة بعد ما طفينا كشاف الموبايل أهو، شوف حضرتك فيها الدم ازاي، شوف في النص الفارغ اهو تمام كده. بقى عندك اهو اضاءة تحت اهي في الكشاف اللي احنا عملناه، كشف البيض اهو، شوف ازاي فيها النص اللي فارغ ده وباقي البيضة كلها العروق تمام اهو. بكده يكون عند حضرتك كاشف للبيض زي المزارع الفراخ اللي بتفرخ البيض، او زي المحترفين باقل تكلفة او بدون اي تكلفة يعتبر باي كشاف عند حضرتك. وعلى فكرة لو ما لقيتش حضرتك المسدس شمع ممكن تعمله كله باللزق ده بتاع الكهربائية، الشكرتون ده او بيسموه البلاستر بتاع الكهربائي اللي هو زي كده اهو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش،
وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.